قال هو باسطنبول مع فاطمة قاعدين بأوتيل. الحمد لله طمنت عليه. أنا طالع لبرا. فاطمة رايح اشتري شاحن واجي. لو سمحت وين فيني الاقي محل موبايلات هون؟ مرحبا. أهلين. بدي شاحن للموبايل. تكرم. بس بدي جربه إذا ما عندك مانع. فيك تجربه. أنا رح أشحنه شوي بالأول. أنت أعطيني الموبايل لو سمحت بشحن لك إياه. شكرا لك. ليكو عم ينشحن. إيه نحن اشترينا مركبين تانيات ورح نضمهم للمجموعة تبعنا. إيه طبعا رح يطلعوا على رومانيا. لا سميح بيك بزعل منك. ها ليش امتى قطعتك او تركتك بنص الطريق؟ معقول هالحكي؟ ايه طبعا طبعا.
أكيد أكيد. إيه رشاد بيك بيعزك كتير وكلنا بنعرف طبيعة العلاقة بينك وبينه. إيه سميح بيك، بس لا تواخذني إشاني اتصال كتير مهم ولازم رد. برجع بتصل فيك. يلا مع السلامة. أهلين، الله معك. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا، كيفك كريم؟ هلا كنت عم فكر اتصل فيك، شو صار معك؟ ولا شيء، أنا باسطنبول. مو معقول. من شوي وصلت وبدي أحكي معك. إيه ضروري طبعا نقعد ونحكي، بس اليوم مشغول كتير. نلتقي بكرة؟ لازم هلا. أنت وينك؟ أنا رح أجي لعندك.